بالنسبة للصور كل وحدة بتعكس شيء من اللي عندي. هيدي صورة في هيدي الصورة اللي والدتي عم تطلع فيني، هي أكثر شيء يعني تاريخياً كل ما بتطلع بإيدي بحس إنه هاي الصورة متميزة رغم إنه وجهي مش كتير واضح فيها، بس الانطباع العام للصورة بهيك بيشعرني إني أنا هون. يعني رجعت يعني وجود الماما، يعني وجود الوالدة بحياتنا، يعني كنت هذا موضوع شوي قاسي علي، فالصور بتطلع كل هاي الأشياء. طب ما بحب أحكي عن هالموضوع.